بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديوهات اللي فاتت اتعلمنا ازاي نكريت موديول وعملنا اللوجيك جيتس، فتعالى بقى النهاردة نعمل حاجة أكبر شوية. لو أنا عندي كومبايناشونال سيركت بالشكل ده، وليه هي كومبايناشونال؟ عشان ما فيهاش ميموري. لو جينا نشوف الأوتبوت بتاع الجيت دي، هنلاقي إن هو A and B، والجيت دي بتطلع الأوتبوت بتاعها C and D، وهلاقي ان الاف هي عبارة عن A B or C D، وبالتالي المعادلة بتاعتي هتكون A B زائد C D بار كل بار. تعالى كده نعمل موديول ده على موديل سيم ونشوف السيميوليشن بتاع الدايرة دي شكله عامل ازاي. لو جينا فتحنا هنا موديل سيم، تعالى نعمل موديول جديد ونسميه AND OR Inverter، اسم الدايرة، ونختار Verilog. اوكي، تعالى نكتب الموديول بتاعنا. كنا قلنا نكتب كلمة موديول عشان نعرف الموديول، بعد كده اسمه AND OR Inverter، بعد كده بنحدد البارامترز اللي هو بياخدها. لو جينا رجعنا هنا للدايرة تاني، هنلاقي ان عندنا 4 input اسمهم A B C D، و output واحد اللي هو ال F، يبقى A B C D و F. وبعد كده تعالى نعمل end الموديول ده، تعالى نعرفه ايه هما الاوتبوت الانبوت والاوتبوت بتاعنا. الانبوت A و B و C و D، والاوتبوت هو F. تعالى نعمل assignment للاوتبوت ده. فكنا قلنا ان المعادلة بتاعت ال F هي عبارة عن A and B، فتعالى نعمل A، نعمل لها ending مع ال B، or C and D، والكلام ده كله عايزين نحط قبله inverter، نعمل له inverter، وما تنساش هنا السيمي كولون. فهتلاقي ان المعادلة بتاعتك هي عبارة عن A and B or C D، وعشان الانفرتر ده هنحط العلامة بتاعة الانفرتر. وتعالى نعمل سيميوليشن للكلام ده، بس اولا تعالى نعمل كومبايل. تمام، تعالى نعمل vsim and or inverter، تعالى نعمل add wave ونحط ال input wave لكل واحد عندنا، كل input. فالكلوك دي تعالى نخليها 100، اللي بعدها وليكن 150، والسي نعملها 200، والدي 250، وتعالى نعمل run للسيميوليشن ده لمدة 2000 ونشوف الاوتبوت. طيب تعالى نشوف الموديول ده بقى، نعمل كده زي analysis للكود اللي احنا كتبناه ده، ونشوف اي موديول عندنا بيتكون من ايه. اول حاجة بكتب كلمة موديول عشان اعرف موديول جديد، وبكتب اسم الموديول، بعد كده بكتب البارامترز وسيمي كولون، وبحدد له ايه هما الانبوتس وايه هما الاوتبوتس، وبعمل الاساينمنتس بتاعتي، وبعد كده بكتب اند موديول. تعالى كده في الموديول ده نكتب مثلا كلمة موديول اول حرف كابيتال، ونعمل كومبايل للملف ده ونشوف ايه اللي هيحصل. هتلاقي هنا ان في ايرور ظهر لك. ايه هو سبب الايرور ده؟ عشان كلمة موديول دي كتبناها كابيتال. طيب تعالى مثلا الاساين دي نخلي اول حرف كابيتال، نعمل كومبايل، فهتلاقي برضو ان في ايرور. ليه؟ لان فيريلوج هي كيس سنسيتيف زي السي بلس بلس، الكابيتال بيفرق والسمول بيفرق. فاول حاجة نعرفها ان انا لو كتبت ايه كابيتال غير ايه سمول، يعني لو انا جيت هنا مثلا الاف دي كابيتال خليتها اف سمول، وجيت عملت كومبايل للملف ده، هو هيرن بس مش هيطلع لي الاوتبوت بتاع الاف. لو جينا نشوف كده شكل الاوتبوت بتاع الاف شكله عامل ازاي، كتبنا سيميوليشن. لو جينا عملنا سيميوليشن للكلام ده، تعالى نعمل اد ويف ونحط الويفز بتاعتنا كلها، هتلاقي هنا ايه؟ هتلاقي عندك ويف جديده ظهرت، يعني انت عندك اوتبوت اسمه اف، واوتبوت تاني او واير تاني اسمه اف.
الاف ده هو ما يعرفوش، ده مختلف عن ده. فلو جيت اشوف شكل السيميوليشن للكود ده، لو جيت كده مثلا حطيت عليهم كلوك وليكن كلهم 100، وجيت بعد كده عملت راننج للسيميوليشن، هتلاقي هنا ظهر حاجة غريبة، هتلاقي هنا الاف ظهرت بلون ازرق ومكتوب عليها زد. الكلام ده لسه هنعرفه بعد كده. والاف السمول هي اللي عليها الاوتبوت بتاعي، مع ان الاوتبوت مفروض يطلع على الاف كابيتال، بس مفيش حاجة طلعت على الاف كابيتال لاني ما عملتش اساينمنت ليها. فاول حاجة لازم تاخد بالك منها هو ان الكابيتال بيفرق عن السمول. بعد كده تعالى نشوف بعد ما بنعمل اي ستيتمنت او ديفينيشن، لما جيت بعرف الموديول ده او بكتب ستيتمنت زي دي، فلازم احط سيمي كولون في الاخر، وان الكيوردز في فيريلوج بتبقى لور كيس، كلها بتبقى مكتوبة سمول. وتعالى نشوف حاجة تانية اللي هي الكومنتس. دلوقتي انا لما باجي اتعامل مع ببني ديجيتال سيستم، لو انا هكتبه مثلا بفيريلوج، فمش انا بس اللي بكتب الكود فيه، لا بيبقى فيه تيم كامل شغال عليه، وبالتالي لازم في حاجات توضح الموديول ده بتاعي عبارة عن ايه. احدد ايه هو مثلا الاف ده، اقول اجي هنا اعمل كومنت مثلا اقول ان الاف بتاعتي دي هي عبارة عن كذا، لازم اكتب كومنتس توضح الكلام ده عبارة عن ايه. طيب ازاي بعرف كومنت زي سي بلس بلس؟ بكتب العلامة دي، بس ده كان سنجل لاين كومنت، فانا جيت ممكن اكتب هنا مثلا كومنت، واجي هنا برضو لو عايز اكتب كومنت تاني اكتب كومنت. طيب لو انا عايز اعمل مالتي لاين كومنت بعمل ايه؟ فانا بستخدم نفس الكلام اللي كنت بستخدمه في السي بلس بلس، هقوم عامل كده، فهلاقي لو انا عايز اعمل ده كومنت هلاقي ان كله بقى لون اخضر لان ده كومنت. لو جيت عملت الموديول ده، ده كده كل كومنت الكومبايلر ما بيشوفوش اصلا. لو انا جيت اعمل راننج للموديول ده هلاقي ان هو ده اللي اشتغل بس. طيب دلوقتي انت ممكن تسأل نفسك سؤال، لو انا عندي مالتي لاين كومنت وعندي سنجل لاين كومنت، طب ليه انا اصلا استخدم السنجل لاين؟ ما اكتب كل الاكواد مالتي لاين واريح دماغي خالص. يعني ما هو المالتي لاين برضو انا ممكن اكتب عليه سنجل لاين، يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل كده خلاص واستغنى عن دي خالص، ما استخدمهاش خالص، اي كومنت اعمله بالشكل ده سواء سنجل لاين او مالتي لاين. لو انا عايز اعمل نيستنج للكومنتس بتاعتي، يعني ايه؟ يعني كومنت وجواه كومنت تاني، فالنيستنج انا مش هقدر اعمله بالمالتي لاين كومنت. يعني انا لو جيت عملت كده عرفت كومنت اهو، جيت عايز احط كومنت تاني فيه، فانا لو جيت عملت مالتي لاين كومنت تاني هلاقي ان عندي ايرور، الكلام ده مش هيرن. لكن لو انا عايز اعمل نيستنج فانا ممكن احط سنجل لاين كومنت بداخل مالتي لاين كومنت، فطبعا انا لو كتبت الشكل ده هيديني ايرور. فهنا اول حاجة هيقول لي خد بالك منها زي ما اتكلمنا، ان الكابيتال بيفرق عن السمول، فاي بي كابيتال غير اي كابيتال، بي غير اي بي كابيتال غير اي، وبي سمول. كمان لو انا عندي underscore وحطيتها في البداية غير لما تتحط في النهاية، فده variable وده variable تاني خالص وده variable تالت. كمان انا ما ينفعش ابدأ تسمية ال variable اللي عندي برقم، يعني ما ينفعش اجي كده اقوم اعمل له مثلا variable واقوم مسميه 7 segment، لا ما ينفعش. انما انا ممكن لو جيت اشغل الكلام ده مش هيشتغل. ما ينفعش استخدم keywords زي and, default, event, function, while. طب بتقول لي ازاي ما ينفعش استخدم and؟ and ال keyword اللي عنده هي small، فلو انا خليتها حرف منها capital او كلها capital او ايا كان غير التسمية اللي عنده فانا اقدر استخدمه، لكن and اللي عنده دي keyword. فهي القواعد بتاعت التسمية ال variables هنا نفس القواعد في ال C++. لما اجي اعرف variable في verilog او ممكن اسميه identifier، فالidentifier ده لما باجي اكتبه ممكن يحتوي على حروف او ارقام او underscore او علامة الدولار ساين، بس لازم اول كاركتر يكون يا اما letter يا اما underscore. يعني ما ينفعش ابدأ بدولار ساين، ما ينفعش ابدأ برقم، لا
انا ممكن احط دولار ساين او رقم، ولكن في اسم الفاريبل ذات نفسه مش في البداية. البداية لازم تكون حرف كابيتال او سمول او علامة اندرسكور. وهنا بيقول لي ان الكيس اوف ايدنتفاير از سيجنيفيكانت، يعني لو انا عندي تو variables الكيس بتاعتهم مختلفة كابيتال وسمول، وبالتالي دول مختلفين عن بعض، وان في عدد كبير من الريفرسد ايدنتفاير ما ينفعش اسمي الاسامي بتاعتي. يعني ما ينفعش هنا اجي اعرف ايدنتفاير واسميه كلمة موديول او اسميه كلمة انبوت، لا لازم اختار له اسم مختلف. والاوبريتورز اللي موجودة في فيريلوج، اتكلمنا قبل كده عن النوت العلامة دي بتاعتها، دي الاند ودي الناند، اكس اور واكس نور، والاور والنور، ولسه في حاجات تانية ممكن نتعرف عليها زي القسمة والضرب والمودلس والجمع والطرح والشيفتنج. لو انا عايز اشفت بيتس معينة، وليكن عندي الرقم ده فانا عايز اشفت بيت، عايز اخد بيت من الاخر او محطه في الاول وهكذا، والايكواليتي ونوت ايكوال واكبر من واقل من، كل الحاجات دي هنتعرف عليها. بس هنا خلي بالك ان الاوبريتورز دي ليها اسبقية. نوت دي يونري اوبريتور، يعني لما اجي اكتب نوت فانا بكتب نوت حاجة واحدة، ما ينفعش مش زي الاند مثلا. الاند عشان اكتبها، الاند دي باينري اوبريتور، فلازم اكتب مثلا ايه اند بي، لكن في النوت انا بعمل نوت لحاجة واحدة، فده بيبقى اسمه يونري اوبريتور. اليونري اوبريتور بيبقى ليه اسبقية اعلى، بعد كده الضرب والقسم والمودلس، بعد كده الجمع والطرح، بعد كده اللوجيكال شيفت، وبعد الارثماتيك شيفت والريلاتيف كومباريزون والايكواليتي والاند والناند والاكس اور والاكس نور. يعني انا لو كتبت اند واكس اور في اكسبريشن واحد، فليه الاسبقية الاولى هي الاند، وبعد كده اند اكس اور الاور. والكونديشنال اوبريتور ده ترنري اوبريتور، يعني بياخد ثلاث حاجات، فممكن نشوفه بعد كده. فدي الاسبقية، فلازم انت تكون عارفها.